السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه سافيت اي اي، موقع قوي جدا، تقدر تكريت من خلاله صور، وتقدر تعمل موديل تقدر الناس تشتغل عليه، يعني ممكن تعمل موديل خاص بالعمارة مثلا. طيب في صور هي موجودة، دي ناس تانية عملتها، فتقدر تضغط عليها وتشوف البرومت اللي موجود، وتقدر ان انت ناخد البرومت دوت عشان احنا عايزين نعمل صورة زيه. ماشي، هو بيقول لي ايه الموديل اللي استخدم، فلو انت غيرت الموديل اللي موجود هتعمل صورة مختلفة تماما، وحتى لو استخدمت نفس الموديل هو بيكريت لك صورة مختلفة. تمام، ممكن تيجي هنا تشوف البوست نفسه، تمام، اللي نزل فيه الصورة ديت. طيب هقول له كنسل، وهاجي هنا برضو كنسل. ممكن تقول له ريميكس وتبدأ تعمل كرييت. هقول له انا عايز جنريت ايميج، عايز انا اعمل صورة، وليك ان انت ترفع موديل تكون انت مبرمجه وعامله مدربه مثلا على ان انا اي صوره هديها لك تلبسها ستايل مصر قديم مثلا. طيب انا هقول له هنا جنريت ايمج، كميه الموديل اللي موجوده هنا اعتقد انها اكتر من اي موقع تاني. تمام، فانا اول حاجه هكتبها هقول له البرومت، وعندي نيجاتيف برومت لو انت عايز تعمل حاجه بالسالب. طيب هنا الموديل دريم شيبر، تمام، ممكن تقول له سواب وتبدا تختار موديل مختلف، فتقدر تختار اي موديل انت عايزه. تمام، انا دريم شيبر هجربه اهو، واقول له اي كونفيرم. خلي بالنا بقى هنا بيقول لي انت عايز المقاس بتاعها ايه، سكوير ولا لاندسكيب ولا بورتيه، تقدر تختار زي ما انت عايز، وليكن مثلا بالشكل دوت. نيجاتيف لو انت عايز حاجه بالسالب. طيب هنا في درافت لو انت عايز لسه هتجرب. طيب انا هقول له جنريت ونبدا نشوف الصوره هتطلع ازاي. ممكن تزود اديشن ريسورس، عندك حاجه تانية خاصه بالمباني ممكن تخليها مثلا بالشكل دوت كانها مثلا يعني سكتشات مرسومه، تقدر تختار بالشكل دوت ايزومتريك تشاينا، فتقدر في ستايلات كتيرة تقدر تختار منها. دي الصورة اللي هو عملها لنا، تمام، هتدوس عليها تقدر تكبر الصورة وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. هنا عندي تكست تو ايمج، وعندي تكست تو ايمج فيس فيكس لو انت عندك صورة وعايز تصلحها، وهاي ريز فيس يبدأ يعلق الجودة بتاعتها. طيب احنا غالبا تكست تو ايمج اللي احنا محتاجينها، تقدر تعدل في الكتابات زي ما انت عايز. خلينا نقول له ونقول له اعمل لنا الصورة ديت، هو سريع في عمل الصور. طيب هنا الادفانسد ممكن تقول له انا عايز كرييتيف، انا عايز بالانس، تمام، ممكن نعلي الكرييتيف بتاعتها شوية، تمام، نغير الستايل. اخترت نوع اخر واقول له جنريت، هو بيقول لك انت هيتخصم منك كام نقطة. فيبدأ يعمل لك صور بالشكل دوت. تقدر تجرب كذا ستايل لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. نقدر نقول له احنا عايزين بالانس، طبعا كل واحدة من دول بيبقى ليها يقول لك هتخصم منك قد ايه لو اخترت ديت. طبعا للأسف هو تم تدريبه على الأفكار إن هي الحضارة ترجع للأفرو، فهتلاقي بالشكل دوت، لكن لازم نرفع لهم وندرب الذكاء الاصطناعي على صور حقيقية. تمام، الصور الحقيقية اللي هي البشرة بتاعتنا، تمام، على اساس ما تجيش في يوم حديث للحضارة بتاعتنا. زي ما انت شفت ممكن نجرب بقى حاجات تانية عشان ما نخشش في حاجات فيها قلق. ممكن نكتب ايه مثلا، ممكن نكتب بيراميدز ان ذا فيوتشر، وجرب كذا كذا موديل لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها.
ممكن تقول له صمم لي فيلا على اشكال الاهرامات وحاجات زي كده. ده نوع بس ايه من التجربه، لا اكثر ولا اقل. مش بنقول ان احنا نعيش في اهرامات ولا حاجه يعني. ممكن تقول له بقى اعمل لي قصه مثلا زي توم وجيري، تبدا تحط مشهد مشهد ويجيب لك هو الصور، وفي مواقع كتيره بتحول لك الصور دي لفيديوهات. دي الحاجات اللي احنا عملناها تسلينا فيها النهاردة. نغير الستايل ونضيف له لورا عشان تجيلنا نتائج مختلفة. مثلا نختار رياليستيك كده، طبعا اغلب المودلز دي مديني امكانيه ان انا اعمل لها داونلود، لو عجبتني اقدر ان انا احملها عندي على الجهاز داونلود وتشتغل بيها لو انت مسطب حاجه عندك. من هنا تبدا بقى تشوف ايه اخر حاجات اتعملت بالشكل دوت، هو لسه هو بينشئ حاجات. فاتمنى يعجبكم الموقع ان شاء الله.